السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم يا شباب، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير طيبين. رجعنا لكم مع لعبة بلود هونت أخيرا. طبعا اللعبة فتحت اليوم 25 شهر على الساعة 12 بتوقيت السعودية بعد الظهر، وبتنتهي البيتا تيست هذا بس للبي سي، بينتهي يوم 28 الشهر بنفس الوقت على الساعة 12 بتوقيت السعودية أو وحدة بتوقيت الإمارات. في شيء جديد ضايفينه يلي هو الانفورسر او الكاتيجوري هاي الجديدة. ممكن نجرب هذا. انا صراحة نسيت اللعبة ونسيت الكنترولز تبعيتها، بس هلا ان شاء الله بنرجع ونشد ونشوف شو الايتمز وشو الاغراض الجديدة، وبنحاول نجيب فوز باول جيم لنا باللعبة. طبعا انا هلا شغلت الجيم. And let's go. So we skip. Press any button. حاسس إنه الصوت عالي. لا تنسوا كمان تفوتوا على الديسكورد، اللعبة موجود الجيم ديسكورد سيرفر. Okay. اوكي رح نلعب سولو. فينا نغير نبعت لفريندز، بس حاليا يمكن ما في حدا. anyway I'll go ready. I thought I enjoy this. اوكي دخلونا على اللعبة قبل ما نشوف شو في اشياء جديدة. let's go. خلينا نشوف بكده بناخد جيم سريع. ما بعتقد، انا كنت نوب باللعبة وبعدني نوب وبدنا نجرب، ونسيان الخاصيات والشغلات هاي لازم ارجع اسوي عليها تريننج، نتدرب شوي. ممكن هلا السيرفر كله ياخذ نفس الكاركتر الجديد، كله بده يجربه. ان شاء الله لو عجبتكم اللعبه بسوي لكم بث، وعندي اكواد اللي حابب يجرب البيتا وما جربها قبل بيقدر يخبرني او عن طريق الديسكورد او السوشيال ميديا. انا كنت انزل هون. وطبعا يلي جرب اللعبة قبل لعب البيتا عن طريق ستيم، بتكون لعبة موجودة. Extra lives. You will start match with one extra life. Okay, great stuff, great stuff. Oh, okay. بيك اب بالاف، بدنا نغير السيتنج تبعيته. في صوت. اف 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 داوند. طبعا عامل لي في عندي اكسترا لايف، لايفز ريمينينج زيرو. كيف بدي فوت؟ اوه ريسبونينج، نايس. اوكي
Good stuff, good stuff. بهي اللعبة مينلي بدنا نضل على الهاي. ندخل عليهم ثيرد بارتي. طبعا مثل العاب الباتل رويال كلها ثيرد بارتي. هذا هلا رسما That's it. That's it my friend. That's it. 33 بس ريسبونينج ما حبيت يعني انه شوف واحد رسما جنبي وانا عم اوص عليه وكان لسه بعدهم رسبن. Okay, give it another try. ممكن نغير السبون تبعيتنا ننزل مكان ثاني. كمان I will play it. Change game mode. Solo, trios, solo, blood hunt. Tutorial. لا خلينا على solo. Let's go. Already. منضل على نفس الشخصية لأنه هي بتعطينا the opportunity إنه نرجع نرسب مرة تانية. هو ما في تغيير. يمكن هاي جديدة حاطينها ضايفينها وضايفين هاي جديد. Let's go. Another try. أنا يعني فت جرب الجيم على السريع ونلعب جيمين أو ثلاثة ونطلع. طبعا كنت عم قلكم لو انتم مجربين اللعبة قبل البيتا او الالفا موجودة عندكم على ستيم اوريدي بتقدروا تفوتوا تسووا له ابديت بريلود او هلا صار لود يعني ابديت جديد وتلعبوها. لو ما كنتوا لاعبين او مجربين اللعبة قبل فيكم تدخلوا على الاوفيشال سيرفر تبعية اللعبة في الديسكورد وفي روم اسمها كي ريكويست بس تحطوا ريكويست للكي وبيعطوكم كي ان شاء الله او فيكم تبعتوا لي على الخاص على السوشيال ميديا على تويتر او على ديسكورد وان شاء الله بنحاول نعمل لكم اكواد. اوكي هاي تير لوت سو ام غانا تراي ذس وان. يعني انا كنت العب ب سرين. كان بدي اعدل على الصوت انا بس نسيت وما حعدل يعني داخل لعبه بتعرف باتل رويال الحق ما تلحق يعني. بدنا شيلد ما في. هون كان بالعادة يكون في ودي اجرب هذا السلاح.
أعتقد هذا أحسن. أوه هذا أفضل وأفضل يعني. كيف كنا نحط الشيلد بالخمسة صح؟ فول أوف هيلث لا بالستة. أيوة صار العالم يشوفوني لمدة دقيقة لأني قتلت هذاك بالغلط. بدي شيلد. في حدا فوق. رح أحاول أعمل لهم ثيرد بارتي. سامع صوت على اليمين. شوت جان. اخذ لي كل اسلحتي. لا ما اخذ شيء. هو دخل عليه واحد ثاني. بدي ارجع اخذ لوتي. لاست تشانس. بدنا شيلد بدنا شيلد. انا ما كنت شايفه هذا اللي هون. في صوت في صوت على يساري كأنه. هذا هو نفسه. لا 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 هذا واحد تاني. هذا كان على يساري. ليف سيشن. نلعب جيم تاني سريع ان شاء الله يعني نكون احسن. المشكلة الشلدات فيها كتير. فينا نساوي كيو اب هلا من هون قبل ما يعني من دون ما نطلع على القائمة الرئيسية which is nice مثل فورتنايت. المشكلة الشلدات يعني ما عم حصل شلدات. هلا اللود اوت تبعي كان منيح اول ما اخذت اول يعني اول ما نزلت مش وقت اللي سويت ريسبون. وهذاك سرق مني كل. ماشي we'll give it another try يا شباب.
طبعا هستعمل نفس الشخصية. نشوف. waiting for players، ننتظر اللاعبين. وين حطوني؟ وين ال اوكي هاي بالساحة الكبيرة. ما بعتقد انه في جوا يكون اسلحة مثل العالم. في صوت. تعال يا حبيبي تعال. لا لا ليش 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 برجع لك برجع لك. To be continued. Lost chance. اوكي رحنا هنيك. اخ بس لو معي سنايبر. في ثلاثة هون بهذا المكان. لا 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 ليش ليش؟ خدو خدو ما اخذ الدرع، ما بعرف ليش ما اخذ الشيلد.
حرام. ليفل 3 انفورس. Salutations. طيب خلنا نجرب مود تاني. كان بالF1 صح ولا بالF2 ولا بشو؟ بالإي. راح أجرب ألعب مع تريوس. هذا الباب بعده مسكر. انتراكت كان ليو ثرو ليه. يمكن هذا رانك او شيء او بدنا نقرا. اوكي ليتس جو ليتس جو ليتس جو ليتس جو تريوس. خلينا نشوف شو حيصير بالتريوس. كيف حتكون التريوس؟ ممكن المسا اسوي لايف مع الشباب ونزل لكم مقاطع تانية، بس لانه اليوم مستعجل بتعرفوا يعني جمعة مباركة ونحن يعني الجمعة في دوام. بس عم اجرب لعبة على السريع حاليا. alright ننزل هون يا شباب. بدنا نغير بهدوم كلهم لهم بعد ما غيرنا فيهم ولا سوينا شيء. هاي تير لوت هون. هذا حياخد الكاركتر الجديد. اوكي ما بعرف اي هذا ماشي حاله. سيرين هات تبعت الخفافيش صح؟ مش فاكر صراحة. بدي ارجع. هلا هلا هلا. نروح نلوت هون على السريع. هذا الشوت جان اوى يمكن. السكواد تبعي وين راح؟ Out of space. All right. أنا بدي سنايبر إذا في سنايبر. هذا على الآن خوينا. منروح نساعده.
كان على الان مع هذلون الاي اي. اوه يب يب يب. بس لو معي سنايبر يا شباب. اوف. مين هذا اللي ضرب علي؟ يب 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 شفته. أرجوك خذ الأسلحة يا أخي، ليش ما عم ياخذ الأسلحة؟ ما عم بقدر آخذ السلاح. والله كان من السنايبر هداك بس الإضاءة فيها بدها تعديل شوي. باقي 16 لاعب. سبعين طلعة. كيف كنا نسوي اون سبوت؟ في واحد هون. ديلز فولتد.
ثلاثة أوكي. شوتجن يمكن هلا نكون ب خلينا على السنايبر إلا ما نلاقي لنا شي شوتجن later on. خلونا شي سلاح يا شباب. اني سمعت صوت. هذا براست، سلاح براست. Team wipe. First four. Good try. بس صاحبنا ما عنده respawn. Level up. GG's. نرجع نطلع على اللوبي. Good try. Good try. Good evening. Good evening and goodbye. Okay يا شباب هيك نكون نحن جربنا اللعبة. طبعا ممكن مثل ما قلت لكم نسوي بث قريبا على اللعبة او ننزل مقاطع اكثر عن الجيم. وشكرا كثير لو عجبتكم اللعبة عجبكم المقطع حطوا لنا لايك. وعندكم اي استفسارات اي اسئله فيكم دائما تكتبوا لناها في التعليقات او تتواصلوا معي دايركت عن طريق اي شيء اي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي الموجودين في الديسكريبشن تحت. وشكرا كتير شكرا كتير ونشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.